البطولة يوم الأحد القادم في لقاء الوداد والكوكب المراكشي. تصل الكرة في الجهة اليسرى لأفيدة الرجاء البيضاوي في انتظار أول تهديد وفرصة خطيرة. جملة تكتيكية من أروع ما يكون، وعبد الجليل شبير نعم يضع في المرمى الجديدية واحد مقابل لا شيء بلمسات بتناغم بانسجام. هذا هو الرجاء الرياضي عندما يصنع اللعب وعندما يتفنن في التسجيل. طريقة مميزة جدا، هشمة مخدومة مدرسة بطريقة رائعة. شوف هنا تيكي تاكا رجاوية ولمسة أخيرة من جانب عبد الجليل شبيرة. الله على البناء الهجومي، الله على المتابعة من شبيرة نعم الحفيدي بالكاد حضر شبيرة. متابعة بهذه الصورة من الحفيدي بن حليم، ثلاث لاعبين بثلاث لمسات. هنا شبيرة في المرمى الجديدية. الله على الجملة التكتيكية، الله على الرجاء. هذه الرجاء، هذه الرجاء اللي افتقدناه من زمان. هذه الرجاء لما تلعب بهذا الاسلوب الفرجاوي. شوف الاعاده هنا، خدوات بن حليب والحفيدي ومن تابعنا عم وشبير الدار الايسر. 1-0 من اجمل الاهداف اللي سجل الرجاء البيضاوي منذ بدايه الموسم الحالي. مشاهدينا الكرام 33 دقيقه والنتيجه تغيرت بالفعل. تقدم رجاوي في هذه الأثناء اليسرى، متابعة من شبيرة يتقدم يتقمص دور المهاجم. هنا نقلات جميلة وشبيرة يكسب على الأمتار. شبيرة يراوغ، شبيرة يتقدم، شبيرة يتوغ الفرصة. جول جول ثاني رجاوي، الثاني الأخضر يا صاحي، الثاني الأخضر عن طريق محمود بن حليب. نعم، بعد مجهود رائع قدمه عبد الجليل شبيرة. الله يا شبيرة نعم، تقدم مباراة كبيرة، ساهمت في الهدف الأول وأنت تصنع الهدف الثاني. شوف ثنائية من أروع ما يكون بين مبنكي وشبيرة المارة. شبيرة تقدم واللمسة الأخيرة بعد ذلك محمود بن حليب يقول للزومي معلش نحن الأفضل، خوض عندك في الشباك، يغلط المدافعين. والزومي نعم محمود بن حليب يدون الهدف الثاني، هدف يحسب لشبيرة. شوف شوف شبيرة ماذا يفعل، شوف شبيرة يتلاعب في المدافعين قبل ان يمرر هذه الكرة. وشوفنا في المنصة الشرفية واحد من الوجوه الرجاوية ياسين الصالحي من الاسماء التي تشاهد وتتابع هذه المباراة من المدرجات. نعم شهر رمضان الأبرك، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. هذه كرة منطلقة وفرصة، جول جول ثالث رجاوي. عبد الإله الحفيدي يضاعف النتيجة، عبد الإله الحفيدي يسجل ثالث أهداف لنادي الرجاء بعد انطلاقة سريعة ولمسة جميلة يزور الشباك الجديدية. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. شوف الإعادة، هنا مساحات، هنا شوارع جديدية وانسلال ممتاز من المهاري الحفيدي بلمسة أكثر من رائعة يزور الشباك الجديدية. 3-0 3-0 الرجاء الصاعد في هذه المباراة. شوف مرة أخرى هذه التسديدة المركزة من جانب الحفيدي. معلش كرة في الجهة اليمنى، بدر بنون يخطئ هنا، بدر بنون امام الناح. جول جول جديد، اول الجديدة ابت الا ان تسجل في ختام هذا الدوري، في ختام مبارياتها. نعم تسجل في مرمى الرجاء الرياضي، هدف ياتي في اللحظات الاخيرة، كرة لمست القائم قبل ان تستقر في الشباك. هذه الإعادة لكرة عدنان الوردي، عدنان الوردي بعد طول غياب يهزم الحارس انس سليتي بهذه الصورة. نعم القائم يقف في الجانب عدنان
الوردي يدي لعدن ناحي مريرة، والوردي بتسديدة مركزة وبمساندة من القائم العام ينجح في تقليص الفتقة الأشاسة الشبيرة في ليلة السلام. جول جول جول، هدف الرابع رشاوي، ختام مسك من جانب الرشاف بهدف الرابع من جانب إيلير بالفعل. إيلير بالفعل في الوقت البدل الضايع يمنح الرجال هدف الرابع براسية في ظل السوء التغطية الدفاعية الجديدية. تأتي الراسية المركزة والكرة تستقر في الشباك، أربعة أهداف مقابل هدف واحد في مهرجان الرجاوي اليوم. مهرجان أهداف الرجاوي بمركز